السلام عليكم الدراري، ورجعت لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نجيب داك السكنه ديال الحاضنه ان شاء الله، عاد 5 سبينات. خليكم تشوفوا، يلا نمشيو ندخلوا للحاضنه. كيف كتشوفوا عندنا 5 سبينات. خلينا بعدا نمشيو نشرحوا الحدث اللي نزلت توكارينو، احسن حدث غتنزلو واتشوبي، يا اما العرض ديال 300، يا اما تشوبي جوج مرات 100 100، يعني خاصك تشوبي 150 ديامونطه. وانصحكم تشوبيو داك ديال 100 100 باش تاخذوا داك اللي دير العرض ديال تاخذ الرقصه ديال ديزلايك وداك الشيء. اوكي الدراري، السكنات باقيين، يلا نزلوا كتشوفوا 22 يوم، ويلا خلينا نبلون بلا ما نطولوا في المقدمه، خلينا نبداو. اوكي لا يا رب. اوكي كانت غادي في القناه ولكن تزقلات ما يمكنش من اول لفه تجي ثاني لفه. اوكي ما ندوش حتى هي جولد، ما ندوش حتى لي لفه، تشلت لفه قال لك كاينه شي حاجه نادره داخل تشلت لفه وان شاء الله لا نتش. اوه الحاجه هولك ما عندي ما ندير بها. اوكي خلينا نلف. الله اكبر، الله واو مصدوم، ما يمكنش من رابع لفه. او ماي جاد، سكرين شوت، الحظ رائع رائع رائع. اوكي خلينا نلفو 5 لفه الاخيره وان شاء الله لا. او ماي جاد، اوكي ماشي مشكل، شكرا كارينا عطاتنا وحده من القناه، وناخذ ان شاء الله ناخذ الزرق ان شاء الله، لا ناخذ الصفر نشوب وناخذ تيسيرش من الشوب. جاني قناه مزرقه طامع، ناخذها من بين هذا الكحل وهذا الزرق. اوكي شنو ناخذ شنو ناخذ؟ الصراحه الكحل عجبني فيه السروال والفوق ديالو، الصراحه الكحل فيه كل شيء زوين الا السروال، صراحه عجبني السروال ما عجبنيش، كتشوف فيه كل شيء زوين السروال والشعر، اما هذا فيه هذه الكمامه ناضيه، الشعر تاعو ما عجبنيش اصلا كامل ما عجبنيش. او ماي جاد، شو سميته هاد، خلينا نمشيو نشوفو اللوبي بلا ما نبقاو نكثرو في الهضره. اوكي ناخذ صفر زوين صراحة زوين. يلا نشوفو مشتهمش، حقاش جيت سبينيت مشتهمش صراحة، حقاش يلا نزلو 22 يوم كيف كتشوفو في الشتوى. اوكي شنو ناخذو؟ ناخذو الزرق بدون منازع، يلا الدراري و متحيرو حق الله شا حائر حائر الزرق. واو شوفو هادي، شوفو السروال تسبط كامل معجبنيش فيهم سبط والشعر. اوكي هذا تاهو فيه هادي عيانة. شنو ناخد؟ انا نفكر. اوه هذا الكمامة فيه ناضية عجبتني، سير اخويا الله يحفظك. التريكو فيه ناض، او ماي جاد واو، السروال ما عجبنيش كيف قلت لكم، اما هذا عجبني فيه التريكو السروال كل شيء. ويلا خلينا ناخدو سكرين شوت يلا اوفغيغ و سكرين شوت اخرى باش نديرو في الصورة مسخرة. اوكي خلينا نلبسو ونجيبو معنا في اللوبي ونمشيو نشوفوه. اوكي خلينا روتور. اوكي زوين كيف كتشوفو معنا، زوين بزاف، واو 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 زوين بحق الله تزوين، ناضي يا خوتي. اوكي الدراري دابا ندخل نجربو في شي جيم نشوفوه بجوج كيف كتشوفوا اللبسه، ونجيبو معايا شي لبسه، خليكم منا تشوفوا شحال يعني باش تيقوني بلي راه يلا نزلو، باش تيقوا بلي راه يلا نزلو كيف كتشوفوا 22 يوم. اوكي يلا الدراري خلينا دابا بلا يعني هاد الصفر عجبني ندمجاش مع شوبي. اوكي يلا خلينا ندخلو نجربوهم في شي جيم ونشوفو كي غايجي. اوكي الدراري خلينا ندخلو في كلاسيك، نا كلاسيك اوكي، وخلينا ندخلو. اوكي ترى نجيب شي سكين ديال شي سلاح لي يكون جامع. اوكي خلينا نمشيو نجيبو فاماس. او ماي جاد جامع، شوف الزراقية، واو صراحة مندمتش قاجبتها السكين، حقاش بعض المرات كنجيب السكين ولكن هذا السكين اصلا كلهم زوينين، الشركة ابدعت في السكينات اللي نزلت في الحاضنة. اوكي يلا خلينا ندخلو كلاسيك ونجرب.
هكا الدراري خلينا نجيو نشوفو. اوه انا هذا واحد خرج هو يلاه جابوه قال له تاو دخل يجربوا خلي الناس تجي تشوف مسكين. دريتي اوه ماي جاد صفقوا على وافق عصبتيني انا ما عنديش الورد جاي تعصب انا عميبه. يلا خلينا ندخلوا الدراري راه نوصل. اوكي الدراري دابا خلينا نمشيو نشوفوا السكان نجي نوقفوا هنا صافي نجي نوقفوا. اوكي واو زوين ان شاء الله كلشي يجيبوه كلشي يجيبوه ضروري كلشي غيجيبوه غيشحن داك العرض باش يجيبوه اش عرض رائع خرافي. اوكي الدراري عاوتاني نشوفوا هنا او ماي جاد خلينا نخرجوا خليني ندير الهربة الماكرة خليني وخليني نمحي عذابي من الذاكرة عذابي مع الميزيرية ان شاء الله بيريود عابرة خليني وخليني ندير الهربة الماكرة خليني راني مضرور خليني راني معذور خليني راني مضرور خليني راني معذور. اوكي الدراري كيف شفتوا معنا السكين خرافي وشوفوا راس الجوكر كي جا معاه السكين ناري ما بقاش نغير بحال هكا نخلي هاد اللبسه ديما نعود نلبسها. اوكي شوف كي يجي السروال مع الصنداله والراس ناري اخوك يعرف اسمي. اوكي الدراري سكين زوين وكنصح اي واحد عنده الاحجار عود الاحجار الصفرين كنصح اي واحد عنده يشحن داك العرض وياخذ داك القناع قبل من 19 سبتمبر حقاش نهار 19 غيحيدوهم وان شاء الله كلشي يجيبهم. يلا الدراري دابا ندوزو للمسابقه واخا الدراري قلبت لكم على الحساب وما لقيت حتى شي حساب يلا خليكم تشوفوا هاد الحساب اللي داير عليه المسابقه. اوكي الدراري هذا هو الحساب كاين في السيرفر اوروبي. قبل ما نمشي نوريكم الحساب خلينا نشوفوا هاد العرض اللي نزلوه حنا نزلو عندنا عرض اخر وانا نزلو خلينا نشوفو السكنات اللي سميتو. دراري طلبت واحد الدري عطاني الحساب باش ندير عليه مسابقة والله ما عنديش حسابات غنجيب لكم ان شاء الله شي حسابات يكونوا ناضيين ونضرب عليهم مسابقة. اوكي يا عزي شوفو الدراري سكن ديال داك فار باس وقال الماتش ناو ديال الامير والماتش ناو. اوكي يلا خلينا نطلع من الموقع بتاعت الجوار فقط. اوكي نازل هاد العرض شوبي مكيناش وانا نازل عندهم هاد اللبسة حنا نازل عندنا لبسة اخرى وانا تفرج في الاعلانات وتاخد كل نهار تاخد 50 تقدر تاخد بيها هاد السكين وهادو البطاقات وهادشي. اوكي اوف وانا جوزيف حنا وانا الدخول شوب دياموند وحدة. اوكي صافي الدراري وهنا كاين هاد الحدث ديال وقيلا تقتل تجيب 6 كيلو وتقتل لا 50 كيلو وتجيب 6 بويا. اوكي الدراري هذا هو الحساب خلينا انا فين كنتفرج في الفيديوهات فيه جوج رقصات فيه رقص ديال الضب فيه رقص ديال الذبح. اوكي نعاود نقول لكم الدراري هاد الحساب سيرفر اوروبي باش يصير فوق اوسط. اوكي خلينا ندخلو دابا نشوفو اللباسي فيه هادي جبناها من الدايموند رويال حقاش نزلي لهم بزاف ديال اللباس في الدايموند رويال قدرت حتى تجيبهم. انا كيف كتشوفو السميه انا كان عندي البطاقات ديال تبديل الاسم وانا بدلتهم بدلت سعاد حكمي وبقى واحد تقدر تجيب اللباس من الدايموند رويال الى تبوكس كاين هاد تبديل السميه تقدر تبدل السميه ماشي اللي ربحتي. اوكي خلينا ندخلو شنو كاين الاسلحه داكشي كاين كيف كتشوفوا هادو وكاينين هادو وكاينين شكاره الى تبوكس ما كايناش كاين شتا من الله وكاين سكيت بورد كاين هاد السلاح ام 4 اوان كاين يو ام بي وكاين هاد السكار تمنيت انا يكون عندو ولكن انا عندي سكار ساري هاد السكار زوين بزاف عجبني اش في الدمار في يعني في كثير داكشي زوين كاين هاد القنبله وانا ما كاين حتى شي حاجه وانا كاين هاد الرقصه وهاد الرقصه. اوكي الدراري شورت المسابقه اللي بغا ما ندير عليه لا مسابقه اللي والو اللي بغا يكتب لي في الكومنتات راه نتواصل معاه نعطيه الانستغرام فين تواصلوا صافي ونعطيه ليه اللي بغاه
يبغى يقول لي في التعليق. يلا الدراري واليوم نكون وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نشوف شاركوا في القناة تفعيل جرس الاشعارات باش يوصلكم كل شي جديد، ولايك نوصلوا ان شاء الله اكبر عدد اللايكات. ويلا الدراري، سلام عليكم.